ورافعة كذلك للمغرب الحقوقي. ترسيم الأمازيغية رهان المؤسسات، محور ندوة فكرية بالرباط نظمها الفريقان الحركيان بالبرلمان بتعاون مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالرباط. تنظيم هذه الندوة الفكرية يأتي تزامناً مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة لما لها من رمزية تاريخية. ارتاء الفريقين البرلمانيين للحركة الشعبية باش ينظموا هذا اللقاء، أولاً احتفال برمزي بهذه الذكرى، وثانيا لمناقشة يعني الموضوع، لأن هناك مطلب مشروع لاعتبار يعني هذا اليوم يوم عطلة رسميا، يوم كجميع يعني المناسبات الوطنية الأخرى، وفي نفس الوقت يعني طرح إشكاليات تنزيل الأمازيغية لغة وثقافة كما أقرها الدستور وكما هي موجودة في القوانين التي سنها البرلمان. فيعني الحمد لله الدستور ديال 2011 جاب واحد المضامين اللي كيرسم فيها الأمازيغية، ولكن اليوم علينا احنا كمؤسسات تشريعية وكحكومة أننا نخلقوا الآليات للتنزيل الفعلي لي أولا ماشي استعمال الأمازيغية، ولكن لكي يتداول يعني هذا العنصر التراثي الأمازيغي التنموي كذلك. فغتكون فرصة للنقاش ديال هذا الموضوع هذا اللي من خلاله غادي تصدر توصيات اللي غتكون مرجعية لنا احنا كبرلمانيين للترافع في البرلمان حول القضية الأمازيغية. وتميزت هذه الندوة بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والباحثين في الثقافة الأمازيغية. الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2971 يكرس اعتزاز جميع المغاربة ويرسخ التعددية التي تميز المجتمع المغربي بكل روافده.